نكون حققنا هالفيلم المنتظر. مع وبدي احمد اقول لك زكي. ايه ان شاء الله، يعني احمد فنان كن له تقدير واحترام كبير، وبتامل انه يتم هاللقاء قريبا. يعني بدون ما ادخل بتفاصيل، بس بقول لك انه ان كان احمد او انا او مجموعه صغيره عم تعمل معنا، عم نسعى بجديه لانه نحقق هالفيلم. يعني مع انه امي بتضلها تقول لي عم بس لا احمد سكك، هيدا غول تمثيل بياكلك. قلت له انا امي بتقول لي انه انت غول تمثيل بتاكل. قال لي هو يا خرابي اكلك يا مجدة، ده انا حطك في عيوني. تعالي لي يا بطه، ليك ما بيعرفش مصري. دك 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 ناو هون هون كمان كمان. مجدة رومي، انا عارفه ان في علاقه صداقه قويه جدا بتجمعكم وبين يوسف شاهين، صح؟ يعني العلاقه دي ما كانتش ظاهره في الاول، او ما كانش حد واخد منها، لكن اكتشفنا بعد كده كل فيلم يوسف شاهين يا اغنيه لمجدة الرومي، اغنيه مميزه وبتتصور بطريقه معينه، وهو في الابن الضال برضو اكتشفك سينمائيا. العلاقه دي، علاقه الصداقه، كانت من امتى وازاي توطدت لغايه ما وصلت لهذه القوه من العلاقه؟ بتعرفي هالمخرج الكبير بذكرني ببيت اهلي، بذكرني يعيش وياخد عمره، بذكرني ببي كتير كتير كتير، بذكرني بمرحله سعيده مرقنا فيها شوي بس قبل ما تبلش الحرب بلبنان. وبس شوفوا ما بتتخيلي اي ذكريات بتوعى بقلبي، بحسه عزيز 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 غالي بمعز، يعني اهلي المقربين بس يعني. وبشوف في بي، بشوف في بيت اهلي، بشوف في لبنان قبل الحرب، بشوف كم شهر قبل ما تبدا الحرب، بشوف في مجموعة اشياء، بشوف في عظمة، بشوف في رقة، بشوف في حنية، بشوف في بي للكل. دايما كان هيك بالنسبة لإلي. استغربت لما لقيت ان يوسف شاهين هيعمل او عمل فيلم لمطربة ومش انتي بطلته، ليه؟ كان عرض علي هيدا الفيلم. بس ما حسيت بهالشخصية، مواصفات بقدر اقدمها ببراعة. وبعتقد انه مدام لطيفة قدمته بشكل كتير حلو. وكل شيء بالحياة رزقها، هاي هالفيلم رزقتها هي. طب احنا نغير المكان ونكمل حوارنا، ايه رأيك؟ ايه اتفقنا؟ ايه يلا بينا. في سمكة كبيرة يا سمكة بتنط في كلب بحر. شفتي هديك السيسان الصغار؟ شفتي هم ماشيين ورا مامتهم على طول. تعي تعي تعي، ما معنا خبز، شوفي في هون عنا. ما معنا بقى خبز. خلاص خلاص. خلصنا كل الاكياس. بس. علق. البنات بقى وبنتين. نعم. والبنتين دلوقتي يعني واحدة خلصت في الكلية او حاجة كده؟ لسه لسه لسه. بتتعاملي معاهم ازاي؟ بين مشاغلك وحفلاتك وكل المسؤولية بتاعتك، بتتعاملي معاهم ازاي؟ لما بكون بالبيت كل اللي بيتعلق بهلا ونور هو يعني ضمن مسؤولياتي المباشرة. بترك الاشياء الاقل اهميه لحدا يساعدني بترتيب البيت او هيك، بس اللي بيتعلق بهلا نور انا اللي بهتم فيه. وبقول انه يعني باعتزاز بقول انه هالبنات كانوا اثنيناتهم متفوقين بمدرسهم، ما واجهت معهم مشاكل بالدراسه، لانه من الاول كنت على اطلاع وثيق شو عم بيصير معهم.
وبعدين بالنسبة لفترة الغياب، بفترة الغياب دايما